انا مهمة بسنت، وطلعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان اطالب بحاج بسنت. بسنت اللي هو الملاك اللي ما عملش اي حاجة في اي حد. فواحدة زي كده ليه تعمل فيها كده؟ يمكن عشان طيبة، يمكن عشان ما عملش اي حاجة في حد، ممكن يكون كان اختيارها غلط، بس كانت زي اي واحدة بتقول خلاص يا ماما فترة وطلع مش كويس، خلاص مش هنكمل مع بعض. طلع ان هو لها حياتها وحرمني منها. انا نفسي كان يبقى قدامي واقول له انت عملت اللي فيها كده، كانت بلدنا طيبة معاك، كانت بتعدلك كتير، كنت بتغلط وبتينا وكانت بتعدي عشان ما تقولش، عشان ما حدش يقول لها انت اتخطبت وفركشت ليه. كانت خايفة من كلام الناس لحد ما هي اللي ضاعت. بس انت ما ماتتش مرة، بس انت ماتت كتير. اول مره لما خلاها وقفت قدام اهلها وقالت لها انا هاخد الشخص ده يا ماما، وكنا كلنا معترضين بس حبينا زي ما هي قالت انا هاخده، سيبناها براحتها على اساس تيجي هي تقول مش هاخده. بالفعل ورد بعد لما سابها سكت لها، بقى يخوض في شرفها ويرمى على اصحابها ويبعت الصور بتاعتها كانت في الموبايل وهو خده، وبيقول لهم ده مش كويسه. فبالتالي عشان احنا نرجع نقول له خدها. تالت مره لما موتت ب10 طعنات. رابع مره لما اهله طلع على السوشيال ميديا برضه خدوا في شرفها. يعني هم ما رحموش عيل ما كملتش ال 17 سنه. موتوها 4 مرات. ادي بسنت. ما فيش حد في البلد فاكر ان بسنت اي موقف وحش عملته. كانت بني ادمه طيبه جدا، تاجر بس ما حدش كان بيشوفها اصلا. ما حدش كان بيشوف بسنت، ما كانتش بتطلع. ما كانتش بتطلع، احنا اللي بنطالبه عايزين حد بسنت، ومش حد 25 سنه ولا 20 سنه. الكلام ده واخد 25 سنه البنك رجعوا لي بيتي وهم عارفه كده. ازاي ان دي تموت؟ ازاي بسنت دي تموت وهو يفضل عايش؟ ازاي؟ انا بناشد القانون ان هو يريح واحده زي كده ويريح حربة ام اللي دياتي خدت روحي معاها. بسنت خدت روحي معاها، بسنت دمر البيت كامل، حتى العيال نفسهم منهارين على اختهم. ازاي؟ ازاي واحد زي كده تموت وهو يكمل حياته عادي؟ طب ما هو بيطلع هيطلع وهيكمل. النهارده بسنت، بكره في غير بسنت 1000 واحده. اللي زي دي ملوش لازمه في الدنيا، ملوش لازمه في الدنيا. ده لازمته ايه؟ لازمته ان هو يموت بنات الناس؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. واحنا معانا برضه استاذ مصطفى هيفهمكم القضيه من اولها لاخرها. لا السلام عليكم، ازيك يا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين تليجراف مصر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. احنا كنا معاكم النهارده في واقعه بسنت، واقعه بسنت اللي هزت محافظه اسيوط. 10 طعنات مش حاجه قليله. غدر طبعا، 10 طعنات غدر. معانا ومعاكم النهارده المحامي الاستاذ مصطفى شوقي، هيقول لنا تفاصيل القضية، كل التفاصيل، ايه الجديد فيها، ايه الحاجات اللي ان شاء الله يعني يحاول بقدر الامكان يرجع بيها حق بسنت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. في تفاصيل جديده في القضيه، في حاجات كتيره يمكن احنا لسه ما نعرفهاش. مع حضرتك النهارده. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. بالنسبه للقضيه، ما زالت القضيه قيد التحقيق، لم تنتهي بعد، في انتظار ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات النهائيه. وبناء عليه سيتم ان شاء الله احاله القضيه لمحكمه الجنايات. لسه في لما القضيه اوراقها تكتمل، هتكتمل تحال محكمه الجنايات باذن الله تعالى. ان شاء الله. سمعنا كتير طبعا تفاصيل كتير مختلفه وتفاصيل كتير احنا مستنيين حضرتك ترد عليها. وفي وجود جلده بسنت، بيقال دايما يقولوا ان هي لا هي بتتزوج. قلت لي كانت اولا خطيبته، لكن انا سؤال بوجهه للناس اللي بتتكلم في الموضوع ده، هو ده يديه حق ان يقتلها؟ اكيد لا. سواء كانت مراته، سواء كانت خطيبته، هو مين اللي اعطاها الحق ان يموتها؟ طفله
عندها 17 سنة تتزوج بدون مأذون خطوبة ودي طفلة. طبعا هناك خطأ من الأهل لقبول هذا الشخص، لكن اللي أعرفه إن هي صممت عليه وهي اللي صممت إن تتم الخطوبة. فأنا بقول للناس هي اللي صممت، وفي النهاية هي اللي قررت سبب سوء. لكن قصة إن ده عنده حالة نفسية، دي مراته، دي أنا بس بطالب الناس والرأي العام توخي الحذر والدقة في الكلام، لأن هناك أسرة منكوبة، أسرة رحلت عنها طفلة تبلغ من العمر 17 عام. لما نقول إن دي كانت، إحنا بنجرح فيهم، لما نقول إن أنقود الشرق راعوا دائما وأبدا إن كل اللي بيت فيه ولاية، فلما تتضايقش على نفسك مش هترضى على غيرك. توخي الحذر في الكلام. وصانا به سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف عدم الخوض في الاعراض، لانها تخوض في الاعراض من تتبع عوره غيره تتبع الله عورته. ليه؟ اما بخصوص قصه ان الولد مريض نفسي، دي الحاجة، مين؟ اولا ده حاجه جديده، ثانيا اهل نفسهم انكروا الكلام ده، ثالثا مين اللي يقول الكلام ده؟ جهه رسميه، الطب النفسي مش احنا اللي نقول، ولا الشارع، ولا المستشفى العباسيه في القاهره هو اللي يقول اذا كان ده مريض نفسي من عدمه. المريض النفسي له تاريخ، اذا مفيش اي تاريخ ليه؟ مفيش اي تاريخ ليه؟ لا اطلاقا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. احنا بنقول القصاص ثم القصاص، وتركنا هذا الأمر للعدالة والقضاء المصري الذي بإذن الله تعالى سيقتص لبسنت إن شاء الله. بس حضرتك فكرة إنه مريض نفسي، هل في ناس مثلا جت وقالت رجحت إنه مريض نفسي، ولا لسه ورق الطب النفسي نفسه ما جاش من الطب؟ لا لسه، هو ما تعرضش اساسا طب نفسي، لسه ما تعرضش طب نفسي. لا الطب النفسي تعرض لما تبدا المحكمات، ولا لا في الفتره التحقيقات النيابه العامه، فتره التحقيقات. تمام. سؤال تاني، احنا ما صورنا اول مره مع عرض مكان في البيت حقيقه، يعني شفنا جهازها ليه طالع مثلا لا ان هي كانت دكتور. الفكره ده حتى والدتها بنفسها قالت انا لسه ما جهزتش، يعني بيحاولوا بس تشويه سمعتك. حصل حكايه المريض نفسي. ثواني، انت مثلا لما رحت تموت بسنت كنت في حاله، طبعا مش حاسس انت بتعمل ايه، ده مريض نفسي. تمام. فاحنا بالتالي عايزين نعرف ازاي انت مريض نفسي وضرب البنت 10 طعنات. تمام، يعني انت جاي عشان تموت 10 طعنات وضرب نفسك طعنتين، كل طعنه فيهم غرزه، والبنت واخده 10 طعنات اقل طعنه فيهم 10 غرز، يعني انت بالتالي عارف انت بتعمل ايه كويس. المريض النفسي بيدخل في حاله مش دريان بيعمل ايه. تمام؟ فهو دلوقتي لما راح عند وكيل النيابه قال كل حاجه بالتفصيل. قال البنت موتها الساعه كام؟ 10 طعنات، وبيقول ما كنتش قاصد اموتها، كنت قاصد اعورها. البنت ما لحقتش اساسا تروح المستشفى. ويا ريت ضربها بسكينه، لا بخنصر، انت طالع من بيتك وجهز السكينه انت جايبيها واستخبيت ورا الباب بتاع الشارع لحد لما تلمحها نازله، تمام، عشان تموتها. يعني قضيه قتل معصب كل سنه والترصد، عملت لك ايه؟ ما عملتلكش اي حاجه، حرمتني انا كامها ليه منها؟ ليه؟ ازاي مرض نفسي؟ انت واحد طالع من بيتك ومخبط وثلاثه ما يثبت ان هو مش مرض نفسي. يعني في لو مرض نفسي ما كانوش يامنوا لاولادهم ان يركب معاك توك توك ويوصلوا من المدارس بتاعتكم، لا جايبين شاهد واثنين وثلاثه واربعه شاهدين بالكلام ده، ان بني ادم عاقل جدا، وبرضه كلام من الاهل، اهله هو ان هو بني ادم عاقل جدا، بس طبعا فبالتالي هيطلع ازاي من القضيه غير بكلمه مرض نفسي؟ هم معتقدين ان كلمه مرض نفسي ان هو كده هيطلع، لا مش هيطلع، ما هيطلعش، مش معنى ان مرض نفسي خلاص القانون هياخد بالكلام ده، لا ما فيش الكلام ده. مش
فضيلة المحامي ردا على والدة بسنت. قصة المريض النفسي دايما وابدا، عندما يكون هناك قاتل يكون هناك مريض نفسي. اول حل للخروج من القتل المرض النفسي. طبعا عندنا جهات حكومية متخصصة بيقعد فترة متابعة ومراقبة، هم اللي بيحددوا اذا كان مريض نفسي من عقل. استاذ مصطفى برجع تاني النقطة احنا عديناها، نقطة ان يعني الناس كتير قالوا هم عندهم تزوجين. لا. على حد انا كمحامي الاسرة وعلى حد علمي الكلام ده مش مظبوط. اولا لطفلة قاصر فكيف تتزوج 17 سنة طبقا للقانون المصري؟ ونرجع تاني ونقول إذا كانت زوجته كما يشاع هل هذا الأمر يعطيه الحق بأن يقوم بقتلها بعشر طعنات؟ وهناك نقطة مهمة أنا بس بناشد فيها سبق إصرار وترصد. في حديث تليفوني مع أحد الشخصيات الإعلامية ذكرت أن هناك اتصال تليفوني ورد للمتهم خطيبتك نزلت تعيد، وبناء على تلك المكالمة توجه لقتل بسنت. إذن هناك سبق إصرار وترصد ونية القتل. شكرا لحضرتك. احنا طبعا زي ما بنقول كده يعني منتظرين ان شاء الله المحكمة الجنائية طبعا ان شاء الله اللي يحكم قضية بسن التي لا تقل أهمية عن قضية نيرة أشرف. ويعني نيرة أشرف برضو اتطعنت بالظبط للأسف غدر وخيانة وبعد عن الدين وبعد عن القيم والمبادئ والأخلاقيات المجتمع المصري. مامي بسنت حضرتك حابة تقولي حاجة في النهاية؟ حابة إن أنا أقول القانون إن بسنت ماتت، فأنا طالبة القصاص لده، لان مش ده البني ادم اللي ينفع يطلع ويكمل حياته. لا، هو اساسا هيطلع هيأذي الدنيا كلها، لان اللي احنا عرفناه في الفتره الاخيره وكان سبب من ضمن الاسباب ان بسنت فركش هو بني ادم غير سوي، بمعنى ان موتها، ان بعض يعني حاجات كتير انا مش هينفع اقولها، ان هو بني ادم غير سوي. يعني ملخص الكلام، غير سوي في كل حاجه، ما فيش مواصفات مطابقه ليهم في ان هم يتزوجوا. فتره الخطوبه دايما بتبقى فتره اختبار، فتره تعارف واختبار. فبالتالي اوضح نقطه بالنسبه لكلمه غير سوي. معلش، غير سوي في المجتمع الصعيدي مش عاوزها تطلع من البيت، مش عاوزها تكلم حد، مش عاوزها تبص من الشباك، مش عاوزها. الكلام ده مش كلام مامة بسن، ده كلام اهل المنطقه نفسهم قالوا الكلام ده، يعني عشان بس لا يتم تفسير كلمه غير سوي ان هو غير متزن نفسيا. لا، غير سوي باللغه الصعيديه ان هو انسان عصبي، انسان متقلب المزاج، انسان شكاك، انسان دائما التعدي بالسب والضرب على خطيبته. شكرا. مامة بسنت حضرتك بقى حابة تقولي حاجة أولا وأخيرا إن شاء الله للقضاء يرجع حق بسنت إن شاء الله، إحنا على ثقة كبيرة في القضاء المصري. ثانيا، وقعة الضرب. وقعة الضرب دي لما بسنت كنا متفقين إن إحنا هنخرج،
انا وهي وبعض الجيران. صورتها معلش دايما تكون ماسكه. بعض الجيران. فطبعا بسنت لبست فبتقول لي يا ماما راح استناك في الدور الاول وانت يلا انجزي وتعالي ورايا. قلت لها حاضر يا بسنت. بسنت مسافه ما نزلت سمعت الصراخ، انا حسيت ان في حاجه بس اعتقدت مثلا ممكن يكون بضربها بالقلم كده، ما جاش في دماغي. نزلت جاي زي ما انا بشعر وكده ونزلت جبلني في الدور الثالث بيقول ريحتلك. كلمه ريحتلك ده انا ما فهمتهاش. نزلت جيت بسنت مفروض على السلم ووقفت الجنبة جريت على الشارع عشان اخلى حد ينجدني بعربية اسعاف. المهم الناس اتلمت فبيقول لي في ايه؟ قلت لهم اللي كان خطيبها موت بسنت. طب هو فين؟ قلت لهم طلع على فوق. طلع على فوق. طلعوا الناس جابوه من فوق لقوه ضرب نفسه طعنتين. وطبعا هو مش يسكت، لا هو عايز ينتقم من البنت وامها. هو موت البنت وكان طالع على اساس موتني انا، لكن للاسف ما عرفش ان هو يعمل كده. راح طار على فوق ضرب نفسه واتهمني انا اللي ضربته. اتهمني انا اللي ضربت بسنت، اللي ضربته هو. تمام. وقعت بقى الضرب اللي هي كانت سبب ان بسنت طبعا عصبيته اللي هي ما ضربها في الشارع. هو بسنت كان بيضربها عمال على بطال من غير سبب. كان اللي هو شايف ان البيت ما فيهوش راجل فبالتالي يغلط في امه هيغلط في البيت واكتر من. انت قلتي قبل كده كان سبب الفسخ الخطوبه اصلا هي مضربها في الشارع. هو مش اول مره يضربها، ده كانت اخر مره انه ضربها في الشارع. كانت واقفه مع الجيران اللي في الدور الاول فهو شافها فضربها. لكن كقبل لا، ده كان باستمرار. ليه؟ شايف ما فيش راجل في البيت فبيستغل الفرصه دياتي اكتر من مره استنجد بالناس اقول لهم. طبعا هو بيطلع على الصراخ بتاعي في ايه؟ لا ده بيضربها الكلام ده. فطبعا الناس بيجي يقولوا عيب عليك، ده بيت ما فيهوش راجل ازاي تعمل كده الكلام ده. طبعا رد فعله عليهم رد غير محترم تماما. فكل ده بالتالي بسنت كانت اللي هو بتعمل ايه؟ بتكتم جواها، بتكتم 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 لحد ما خلاص قالت ماما ده انا مش عايزاه. قلت لها يا بسنت يعني خلاص. جاب اول عن ايه؟ اخته قالت ايه؟ معلش من البدايه. بتقول ان هو كان رايح ياخد الذهب بتاعه. طيب انا عايز اسال اختي سؤال. طب التليفون بتاع بسنت اللي كان فيه الصور بتاعه بسنت وهو اللي انتوا طلعتوا نشرتيها على السوشيال ميديا انت جايباها منين؟ ما انت جايباها من تليفون بسنت اللي هو اتاخد مع الفلوس اللي هو قال انا جبت هدوم فانا مش عايز الهدوم انا عايز فلوس. ما انت مش هتاخد اكيد التليفون في يوم وكل ما تيجي تاخد حاجه اكيد. لا لا جه التليفون واخده. وفي حاجه تاني برضو احب اوضحها، ان هو جاب له حوار فركشت الخطوبه بشهر واثنين وثلاثه. قال لي بسنت انا عايز الدبله اللي انا جايبها لك اعمل بها عمره للتوك توك. بنت انا طبعا كطيبه بالفعل قلعت الدبله وحطتها له. فين دبلتك يا بابا؟ وانا بغسل السجاده هم وجعت مني. وقت الجد لما جه طالب بالدبله بيقول لها دبلتك؟ قالت له لا احنا دلوقتي جينا وقت الجد. انا لو كنت خبيت على ماما عشان الدنيا تمشي، عشان انت تعمل التوك توك، عشان تمشي نفسك، عشان تجهز نفسك، انت الدبله مش واخدها بايعها؟ رد فعله ما علينا، ده الكلمه اللي قالها ما علينا انا عايز الفلوس. وبالتالي في شهود كانوا قاعدين في القعده دياتي وهو بياخد الفلوس وهو بياخد التليفون وهو بياخد التليفون وهو نازل. انا هوريك انت وامك. كلمة انت وامك دي احنا ما نعرفهاش. احنا كنا ممكن نخبط عيل بتوك توك لان هو سواق توك توك. نخبط عيل بتوك توك لحد البيت. لحد البيت ايوه. اللي هو ايه انت جاي ليه؟ لا انت جاي تموت. انت جاي تموت. فاحنا بتعزم حد بسنت. شكرا لحضرتك جدا. ان شاء الله حق بسنت يرجع. استاذ مصطفى شكرا لحضرتك جدا. شكرا لتعب حضرتك وشكرا لحسن استضافتك لينا. شكرا. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين متابعين تليجراف مصر في كل مكان، شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. كانت معانا النهارده والده بسنت والمحامي الاستاذ مصطفى شوقي. طبعا هو اللي ماسك قضيه بسنت، هو اللي بيتابع القضيه. ان شاء الله ان شاء الله منتظرين حكم العداله والقضاء المصري. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.